حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث طعن في إسناده البعض، وقد استفاض ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود بكلام نفيس جميل حول الرد على من طعن فيه، وسأقتصر لأن المقصود هو إيصال العلم للخاصة والعامة على حد سواء لكي يتبين لهم صحة هذا الحديث. سأذكر ما ذكر في إسناد هذا الحديث مما يتعلق برجاله المعنيين بهذا الحكم. هذا الحديث رواه سعد ابن سعيد ابن قيس عن عمر ابن ثابت ابن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري. قالوا: عمر ابن ثابت لم يروه عن أبي أيوب غيره فهو شاذ فلا يحتج به. فالجواب: ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به، وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه المثابة كحديث الأعمال بالنيات، تفرد علقمة بن وقاص به، وتفرد محمد بن إبراهيم التيمي به عنه، وتفرد يحيى بن سعيد به عن التيمي. ولذلك قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. ثم مع هذا كله فلم يتفرد به عمر بن ثابت لرواية ثوبان وغيره له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ترجم ابن حبان على ذلك في صحيحه فقال: بعد إخراج حديث عمر بن ثابت ذكر الخبر المدحض لقول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب، فيكون الحديث صحيحا ولا غبار عليه مع هذه التسليمات لما ذكروا.